أنا اسمي أحمد من كفر أمبودة، أشتغل حكومتي من أول ما نزحنا لهلق دي صار يضربنا. قتل أخوي صار يضربنا، ما خلانا نتعلم قتل أخوي وجدي خبالي نحن إيش فرقنا عن أطفال العالم؟ عم يتعلموا وما خلونا نعيش حياتنا ولا نتعلم على السوا، صار يضربنا بالطيارات الروسية والسورية. أتمنى أرجع دارنا وأرجع مدرستي أشوف رفقاتي، وأنا كل نهار عم اشتغل هون بين الشحم والزيت.